مشاهدي أعزائنا، ما كنتم أسعد الله وقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بلاطو تروتناف عبر قناة التحرير ويب تي في. سعداء في هذا المساء باستضافة المترشح عن المجلس الشعبي الولائي عن حزب صوت الشعب السيد إسماعيل قنوعة لمناقشة موضوع له أهمية قصوى، ألا وهو تنمية وتنويع آليات تطوير مصادر الاقتصاد المحلي والوطني على حد سواء. سعداء باستضافتك السيد إسماعيل قنوعة. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم عن الاستضافة الكريمة هذه، واني وإن شاء الله بإذن الله السميع العليم باش نطرحوا القضايا الاقتصادية لولاية الواد في هذه الحلقة إن شاء الله. أكيد سعداء إذن بقبولك الدعوة. ربما في البداية باعتبارك يعني مترشحا عن المجلس الشعبي الولائي عن قائمة حزب صوت الشعب، ربما تطلعنا على ما هو المشروع الذي ستطرحه على المجلس الشعبي الولائي بإذن الله السميع العليم. شوف، أول شيء عندنا في المجلس الشعبي الولائي ورانا في أمس الحاجة في ولاية الواد لتشكيل مجلس أعلى للتنمية والتطوير الاستثماري الاقتصادي، يكون مشكل من أفضل الخبراء والفنيين في جميع المجالات الاقتصادية في جميع المجالات والميادين الاقتصادية، وإذا اقتضت الضرورة حتى من خارج الولاية أو من خارج الجزائر. يعني أن في ولاية الواد إحنا رانا في أمس الحاجة لتشكيل مجلس أعلى اقتصادي يكون في خدمة الولاية، والمجلس هذا يواني راح تكون فيه فرعين أساسيين، هو الإحصاء والتخطيط والمتابعة والتنفيذ. الفرعين هذم إحنا في أمس الحاجة لهم في ولاية الواد، وشكلهم بإذن الله السميع العليم الخبراء والفنيين، لأن عادة نحن في ولاية الواد في أي مشروع دائما ما نعتمد عن الكفاءات الضعيفة والله ذات المستوى المحدود. بإذن الله في المجلس الأعلى هذا للتنمية والاستثمار الاقتصادي في ولاية الواد راح نعتمد على الكفاءات العالية، يعني من درجة دكتوراه بروفيسور فما أعلى بإذن الله، وبإذن الله يكون يعود بالنفع عن ولاية الواد في جميع المجالات الاقتصادية إن شاء الله. أيضا ربما يعني في هذه نقطة بتشكيل هذا المجلس كما قلت هو يعني يعنى بالإحصاء والتنفيذ، أيضا ربما الاحتكاك أيضا بالشريك الأجنبي هو من بين يعني المشاريع التي ربما النقاط التي طرحتموها أم لا؟ نعم، فيما يخص الشراكات عندنا دول التي لديها شراكات مع الجزائر، أذكر منها مثلا عندنا إسبانيا، إيطاليا، بريطانيا، أمريكا، تركيا والصين، وممكن درجة أقل كندا، لدينا معاملات عدة معها، يعني قادرين نستغل الدول هذه واني في تنمية الاستثمار والاقتصاد في المنطقة، خصوصا في مجال الفلاحة، في مجال في مجال الصناعة التحويلية وعدة مجالات أخرى تنتقل لها في الحصة بإذن الله. راح نلقوا مساعدات كبيرة، بحكم أن نحن معناها ما نتحرجوش منها الكلمة هذه واني، إحنا رانا دولة في العالم الثالث صحيح، وهم رام دول في العالم الأول، معناها كما نقول إحنا رام متقدم متقدم ومتقدمة جدا، معناها لا ضير أن نستعين منهم في الخبرات نتاعهم التكنولوجية والإلكترونية في مجال التطوير والاستثمار. صحيح، ربما في إطار يعني حديثنا عن آليات تطوير مصادر الاقتصاد المحلي والوطني، في هذا المحور بالضبط نتحدث عن إعادة تدوير النفايات يعني في عدد من الجوانب، خاصة الجانب الاقتصادي الذي هو محور نقاشنا اليوم. ربما هلك أن تحيطنا بتأثير إعادة النفايات على الجانب الاقتصادي، وهل يمكن استغلالها في الاستثمارات والمشاريع التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع؟ بإذن الله سمع عليم. نعم، تدوير النفايات أو الرسكلة بصفة عامة من أهم النشاطات الاقتصادية في المنطقة، وإحنا رانا في أمس الحاجة. على بالك في ولاية الواد عندنا البلاستيك، عندنا الكرتون، عندنا كما نقولوا إحنا الزجاج، عندنا الحديد، صح. الأشياء هذه كلها لا تدور، عادة ترمى في المزابل وما نستفيد شيء منها، يعطيك الصحة. أساس من المصادر الاقتصادية الكبرى وتضر مئات إذ لم أقل آلاف الملايير على بالك عن المنطقة، لو قمنا بعملية إحصائية على بالك عن عدد النفايات اللي نرماها في المزابل لو تم تدويرها والاستفادة منها واستفادة الفرد أو المواطن في ولاية الواد من هذه النفايات وتدويرها لعدد بالمنافع كبيرة عن المنطقة بإذن الله. صحيح، ربما أيضا هناك نقاط أخرى تود أن تشير إليها في مشروعكم الذي ستطرحونه على المجلس الشعبي الولائي. نعم، من أهم النقاط اللي حبيت نطرحها أنا في المجلس الشعبي الولائي كما قلت لك بقالي تشكيل مجلس أعلى للتنمية والتطوير والاستثمار الاقتصادي يكون مشكل من أفضل الخبراء والفنيين في جميع المجالات والميادين، وإذا اقتضت الضرورة من خارج الولاية أو من خارج الجزائر كما ذكرنا علاقاتنا مع الدول الأجنبية الصديقة للجزائر.
كان استغلال واستفادة من شركاء الجزائر في العلوم والتكنولوجيا والتقنيات المتطورة لمواكبة التطور الذي يشهده العالم في جميع المجالات الاقتصادية. عندنا نقطة أخرى، كان المجلس هذا بعد ما شكله بإذن الله السميع العليم اللي هو المجلس أعلى في الولاية يكون هو المسؤول عن إنشاء شركات ذات أسهم تكون كبرى وعملاقة في جميع المجالات الاقتصادية، أذكر منها الفلاحة، الصناعة التحويلية، التجارة، النقل البري والجوي. يعني الجوي خاص بالفلاحة تستفيد منه بإذن الله بصفة كبيرة. يعني نقف عند هذه النقطة، ربما تقصد بشركات ذات أسهم. نعم، المقصود يعني من شركات ذات أسهم ربما تفسر لنا وتوضح لنا، يعني الشركات هي التي ذات أسهم كما قلت في هذا المشروع. شركات ذات أسهم هذه يواني أوروبا دارت النهضة الصناعية العظمى نتاعها بشركات ذات أسهم، أي أنك أنت كشخص مثال ما تقدرش تدير شركة فيها عدة فروع وتقوم كما نقولوا حني بالتطور والمنافسة العالمية فيها. شركة ذات أسهم هذه تكون، أعطيك مثال بسيط في الفلاحة مثلا. عندنا في الفلاحة تحتاج شركة مثلا لإنتاج البذور، شركة لحفر الآبار، شركة لإنتاج الأنابيب المياه، مثلا شركة للتصويق، شركة الكهرباء الفلاحية، الكهرباء الفلاحية، وعدة قطاعات موجودة في مجال الفلاح. يعني أنهم هذا كل يتشكلوا مع بعضهم ويشكلوا شركة ذات أسهم وتكون معناها بمستوى كبير أعلى من المستوى اللي رانا نشوفه في البلاد. هني في ولاية الواد شخصيا ما شفت حتى شركة من هذا النوع على بكرة، حتى مش في ولاية الواد، حتى في الجزائر بصفة عامة ولايات أخرى. أو ولايات أخرى. نعم، يعطيك الصحة. تأسست شركات ذات أسهم، في حين أن في أوروبا وأمريكا تجد أن شركات ذات أسهم معناها تلقى عندها ميزانية ممكن تضاهي دول، نوع شركات أمازون، شركات مايكروسوفت، شركات أش بي، شركات سامسونج، إل جي. هذه شركات ذات أسهم تلقاها، تلقى القيمة النقدية تاع الصرف نتاعها ولا الخزينة نتاعها العمومية مرتفع، يضاهي قيمة دول مش اسمها، تجدها تصل 100 مليار دولار، 150 مليار دولار، 200 مليار دولار. جميل جدا. يعني كما قلت ميزانية دول، أيضا التطوير، يعني مصادر الاقتصاد لابد أن نتطرق أيضا إلى يعني دور المؤسسات الكبرى والمتوسطة والصغرى، وهو دور رئيسي تلعبه في خلق الوظائف خاصة في المناطق منخفضة الدخل. ربما هل تعتبر هذه المشاريع محركا هاما لفرص العمل؟ نعم، نحن لو جعلنا مقارنة أخي الكريم بين الحال عندنا في الجزائر وفي ولاية الواد بصفة التحديد وبين أوروبا وأمريكا، أنك تروح لأوروبا وأمريكا تلقى البلاد ما شاء الله عامرة عن بكرة أبيها. صح، وتلقى معناها عدها كما نقولوا إحنا العمارات، طائرات، مطارات، متروات، معناها تلقى البلاد راي كاملة. صح، وتلقى الشعب يخدم الليل مع النهار ويقول لك رانا ما لحقناش عن العمل. إحنا في ولاية الواد البلاد، ما حتى في بعض الولايات في الجزائر، والله الجزائر بصفة عام البلاد راي خاوي عن بكرة أبيها والشعب راه مريح. إحنا بل بالعكس في أمس الحاجة للعمل. صحيح، وفي أمس الحاجة لأن نقوم بثورة اقتصادية لبناء هذه البلاد. صحيح، ايضا ربما هناك نقاط ايضا اسماعيل تطرحها ايضا من ضمن في المشروع الذي ربما ستقدمون على طرحه على المجلس الشعبي الولائي ان شاء الله تحقق يعني فوزكم في الانتخابات. نعم، نذكر فوائد فقط أن الشركات هذه يواني ذات أسهم تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل رهيب في المنطقة، لأن لا يوجد هذا النوع من الشركات في بلادنا، في حين أن في أوروبا وأمريكا وآسيا هم أساس الاقتصاد. معناها تجي تشبه في بلادنا النوع تاع شركات ذات أسهم هذا ولا شركات ذات مساهمة في أوروبا متوفرة معناها ما شاء الله بشكل رهيب، لكن في ولاية الواد والله بصفة خاصة والله في الجزائر بصفة عامة النوع هذا من الشركات منعدم وما كانش نهائيا. وبالتالي أن نحاولوا أن ننشئ الشركات هذه واني باش نسرع وتيرة الاقتصاد في المنطقة إن شاء الله. أيضا ربما نقطة مهمة أيضا ينبغي الإشارة إليها في هذا الموضوع هو ربما تفسر عدم المساواة في الأجر والطبقة الوسطى والفقيرة التي تكبح على يعني تكبح عجلة التطور الاقتصادي. والله في الجانب هذا يواني إحنا بكل صراحة في ولاية الواد عندنا شوي جانب من الأنانية فيما يخص رجال الأعمال وأرباب العمل. تجد شركة مثلا نقول الدخل الصافي نتاعها في الشهر الفوائد الصافية تلقاه يتفيد مليار، تلقى أن أجرة العامل مثال العمال البسطاء اللي عنده تلقاهم مثال 100 مليون و900 مليون يحطها أرباب العمل أو رجال الأعمال في جيوبهم في النقطة هذه يواني. معناها كون تجي تشوف في أوروبا مثلا ونسقطوا عن الجزائر مثال والله ولاية الواد،
أن في أوروبا العامل هذا وش يحتاج في حياته. قال يحتاج مثال كراء، قال مثال يحتاج فاتورة كهرباء، فاتورة ماء، مصروف غذاء، مثال مصروف لباس، دواء. شفت المصاريف هذه يومي كامل تحتسب، مثال قال قداش تطلع الفاتورة نتاعها، قال مثال تطلع 10 ملايين. لازمتنا نبدو الأجرة نتاعنا من 10 ملايين فما فوق، بحيث أن وتنقص العملية هذه، نقول الأرباب العمل مثال باش تفيد 900 مليون، تفيد 500 مليون، وال500 الأخرى على الأقل الموظفين تقصر. اللي عندك يعيشوا حياة كريمة. صحيح. يقدر مثال يأكل مليح، يشرب مليح، يسكن مليح، مثال يقدر يقتني سيارة، يقدر يدير أي حاجة معناها. صحيح. في الحياة الاجتماعية تاع الشيء هذا نشوفه في أوروبا. غالبية الشعب عندنا هنا في البلاد لو كان تعطيه فيزا الصباح لأوروبا مثال، في المساء ما تلقاش في الجزائر. عن واش؟ لأنه يبحث عن الحياة الكريمة. صحيح. عن الحياة الفارهة. وهذا الشيء على بالك كما نقولوا حني في قضية رجال الأعمال، ومهم حتى في الدولة الجزائرية عندنا مقسومة إلى نصفين. عندنا النصف الأول الشركات الاقتصادية، كنا تشوف سوناطراك مثلا، الضمان الاجتماعي، صنع الغاز، الشركات الاقتصادية تلقى الأجور تاع العمال نتاعها ما شاء الله من 10 ملايين وأطلع. صح. لكن تشوف الشركات العمومية كاين تلقى يسكو حتى 2 ملايين 2 ملايين ونص. أنت تخيل رب مثال أسرة يسلك 2 ملايين 2 ملايين ونص مثال، لا تكفي بالغرض، ما يقدر يدير بها حتى حاجة. صح. في الحياة نتاعها. صحيح. وبالتالي أنه بإذن الله سمعني في مجال تطوير الاستثمار في المنطقة، أن أول حاجة نديره لازم نظم أجرة للمواطن البسيط محترمة تلبي احتياجاته. نعم، تقي شر الحياة. صحيح. وتلبي احتياجاته في الحياة الاجتماعية نتاعها إن شاء الله. أيضا نقاط أخرى نذكر أذكر نقاط أخرى في منطقة ولاية الواد، الاستفادة من دول الجوار لإنشاء أسواق حرة وتسويق السلع المنتجة محليا، مع العلم أن أغلب دول الجوار دول تجارية وليست صناعية أو فلاحية. ممكن تفسر لنا هذه النقطة؟ نعم، إحنا عندنا في ولاية الواد ما شاء الله قطب فلاحي بأتم معنى الكلمة. في الخضر نعطيك مثال بسيط، 42% من الإنتاج المحلي ينتج في ولاية الواد. هذه نقطة. بدون ذكر البطاطا، الكاوكاو والتمور كأكبر المنتوجات الفلاحية اللي رأيت تنتج في ولاية الواد، مع ذكر أن مثال نزيد نطبقوا المشاريع تاع الشركات ذات أسهم كي نشأوها في ولاية الواد وندخلوا مجال الصناعة التحويلية. تقصد بالشركات ذات الأسهم وإسقاطها، يعطيك الصحة، عن الواقع الاقتصادي في المنطقة. في المنطقة معناها تولي عندنا الفلاحة، وتولي عندنا الصناعة، وتولي عندنا التجارة سواء الوطنية أو الدولية. تو نعطيك مثال بسيط كما تونس وليبيا، وعندنا تشاد ومالي والنيجر وموريتانيا، هذه دول الجوار. هذه غالبيتها باستثناء تونس تكون متطورة قليلا وليست بالكثير، لكن ليبيا، مالي، تشاد، النيجر، موريتانيا هي الشريط الحدودي. يعطيك الصحة، الشريط الحدودي. يعتمدوا في الاقتصاد نتاعهم عن أشياء أخرى، كما نقولوا ليبيا مثال عن البترول، مثلا موريتانيا يعتمدوا على الذهب، ومن هذه الشاكلة ما يعتمدوش عن الصناعة والله عن التجارة في مجالهم الاقتصادي. وبالتالي هذه فرصة حنين لولاية الواد باش نكونوا بوابة الجزائر التجارية بالنسبة لتونس وليبيا ولما لا حتى الجنوب الجزائري أو الغرب الجزائري. استثمار في هذا المجال. استثمار، لأن حقيقة منطقة ولاية الواد حقيقة في منطقة ولاية الواد في موقع استراتيجي بالنسبة لليبيا وبالنسبة لتونس. نعم. على ذكر يعني أيضا ربما يفتح في قادم الأيام المعبر الحدودي البري بالطلب العربي إن شاء الله. والله طال انتظار نتاعه كثيرا المعبر. صح. الحدودي عندنا سنوات وإحنا نستنوا المعبر الحدودي على كل التحال التجاري بالنسبة للمنطقة باش يقدروا مثال الفلاحة والله كما نقولوا إحنا الصانعين والله الصناعات التحويلية أنهم يخرجوا السلع نتاعهم لتونس والليبيا بكل يسر وبكل سهولة. لو يفتح المعبر هذا التجاري بإذن الله سميع العليم راح تكون انتعاشة كبيرة في المنطقة. صحيح. وراح يستفيد أكثر واحد راح يستفيد الفلاح. حقيقة رانا عايشين في ولاية الواد وعندنا زملاء وأصدقاء يخدموا فيها المجالات الفلاحية هذه. يواني بالله أذكر نقطة، عندي صديق كان زارع الثوم، الثوم كان يباع في تونس ب 36,000 جزائرية وكانت ممنوعة من إخراج المنتوجات الفلاحية من ولاية الواد إلى تونس. تخيل أنت في ولاية الواد، قال لي جبت الفلاح، جبت العمال باش يقلعوا له الثوم. تخيل أن العمال قالوا له القيمة تاع يعطيك اقتلاع الثوم أكثر من كما نقول أكثر من قيمته هو كثوم، كالقيمة الإجمالية نتاعه. تخيل أنت لو باع مثال في تونس مثال ب 36,000 الكيلو، وممكن في ليبيا يكون أكثر،
بإذن الله السمع العليمة تكون فيها فوائد كبيرة عن ضر على الاقتصاد المحلي والوطني أيضا. نعم. أيضا نقاط أخرى ربما تطرحها أيضا في هذا المشروع الذي ستطرحونه إن فزتم إن شاء الله في المجلس الشعبي الولائي. نعم. هناك واحد الأمور عندنا في ولاية الواد شركات كبرى، نرجع لمجال الشركات، فيما يخص الطيران، فيما يخص بنك، فيما يخص صناعة الأدوية، في بناء مصحات والصناعات الميكانيكية، ونذكر بالتحديد الصناعة الميكانيكية بحكم أن في الجزائر عندنا أزمة كبيرة في مجال الميكانيك. يعني ولاية الواد برجال الأعمال اللي فيها كامل، مناش قادرين نقتنوا مصنع مثال ويكون في ولاية الواد ويصنع في مجال ينتج. الميكانيك ليس يعطيك صح وينتج في ولاية الواد، مثلا مش غير في مجال السيارات، قادر في مجال السيارات، الشاحنات، الدراجات النارية، في مجال الميكانيك بصفة عامة. صحيح. نشوف جانب آخر مهم جدا في مجال المصحات، عندنا عجز كبير على بالك في ولاية الواد، وغالبية ياسر أشخاص تقدموا لإنشاء مصحات في ولاية الواد لكن يلقوا عراقيل من في الحصول عن الأراضي، في الاعتماد، في ياسر أشياء على بالك، وهذا سبب لنا عجز كبير على بالك في ولاية الواد في مجال القطاع الصحي، خصوصا أن الواد على بالك معناها من أكبر الولايات في الوطن في مجال الصيدلة، الصيادلة، وفي مجال الأطباء. أطباء نعم. ما حتى خطر صديق من وزارة الداخلية قال لي أن ولاية الواد نفتخر بها في حاجة في الجزائر، أن غالبية الأطباء اللي فيها من المنطقة، يعني حتى الأخصائيين مش غير الأطباء العامين، وهذا امتياز على بالك في المنطقة لازم نستفيدوا منه. صحيح. ما لازمش مثال في ولاية الواد نروح نعالجوا في تونس مثال وإحنا عندنا عدد هائل من الأطباء العامين والأخصائيين، ومهم حتى في مجال الصيدلة. نعطيك مثال بسيط، احنا عندنا كمية كبيرة من الأدوية اللي رانا نستوردوا فيها من تونس واللي يتم إنتاجها محليا، لما لا العدد على بالك في ولاية الواد الصيادلة ممكن يفوت الألف صيدلي. صحيح. ممكن صحيح. بالألاف. صحيح. يا هل ترى عاجزين عن أنهم يديروا مثال؟ بالعكس ما نقولوش عجز، بكل بساطة أنهم قادرين ينشئوا مصنع وينتجوا الأدوية هذه وين اللي رانا نستوردوها من تونس، والله ممكن حتى من خارج الولاية، من خارج ولاية الواد، والله حتى من خارج الجزائر، أن نصنعها محليا. صح. أيضا أشارت ربما نقطة البنك، أيضا إنشاء بنك على ما أعتقد. نعم، فيما يخص البنك والله لحد الساعة لا أعلم أن هناك جزائري قام بإنشاء بنك في الجزائر، ولو أن القيمة تاع إنتاج بنك هي 2000 مليار سنتيم، في حين أن تجد إماراتيين وممكن سعوديين وقطريين عندهم بنوك. إحنا كي ننتجوا بنك مثلا، كي نقوم بإنشاء بنك في ولاية الواد، وما يكونش في ولاية الواد فقط، راح يكون في ولاية الواد عنده الفرع الرئيسي ويكون عنده فروع ثانوية في الولايات الاقتصادية مثلا كما الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، عنابة، سطيف وغيرها من الولايات الأخرى. راح يعود علينا بالنفع إحنا كقطب اقتصادي في مجال الفلاحة حاليا، وفي مجال الصناعة التحويلية مستقبل إن شاء الله. وإنشاء بنك ما هوش بالأمر الصعب ولا كذا، في ولاية الواد هناك رجال أعمال نقدر نجمعوهم كل بحصة ونشكلوا معناها بالحصص نتاعهم، نقدر نوصل 2000 مليار سنتيم وننشئوا البنك هذيوني، ويكون في خدمة الثورة الاقتصادية اللي راح نقيموا بها في ولاية الواد. صحيح. أيضا واصل بما في ذكر بعض النقاط هنا. نذكر نقطة في قضية معالجة المشاكل ومعاناة الشعب، يجب معرفة طلبات الشعب وتوفيرها بالكامل، السكن، الأراضي، الفلاحة والمستشفيات، ممكن أني ذكرتها سابقا. إحنا عندنا إشكالية هنا في ولاية الواد سواء في الإدارة العمومية والله بالنسبة حتى من العموم الشعب، إحنا مشكلة عندنا مثلا نقولوا تاع سكن، عندنا مشكلة تاع أراضي، عندنا مشكلة تاع شغل. يعني أنك أنت كتولي باش تعالج المشكلة، انت نقولوا مثال راك في الدائره راك تستلم في الملفات تاع الناس اللي طالبه سكن. سكن صحيح. لو تروح لاوروبا مثلا تطلب سكن في البلاصه يعطوك سكنه، بل بالعكس تلقى سكنات عندهم فارغه ويستنوا من يتقدم باش يمدوه له. حني على بالك في معناها الجزائر من عام 62 رانا مستقلين، هالسنوات هذه اللي مشت كامل مثال، مازلنا لحد الساعه في عام 2021 رانا نمدوا في السكنات، تلقى الطلبات مثال 50 60 الف طلب، والله ممكن يفوق ذات العدد الطلبات. تلقى ان السكنه كي نجيو باش يمدوا بالالف 2000 وبعد قداش من سنة. يعني أن ولاية مثل الواد فيها مليون ساكن عاجزة عن إنشاء شركة كبرى أو عملاقة مثلا للبناء السكنات، معناها محاربة هذه الأزمة، وركي تحارب الأزمة هذه يواني كي تنشأ شركة كبرى للبناء. مثلا الشركة هذه في وشي من ماذا تتكون الشركة؟ مثلا المصانع تاع ياجور، مثلا المصنع تاع اسمنت، مثلا مصنع تاع سيراميك وبلاط، يد عاملة مؤهلة مثال في البناء، مصنع مثال تاع كهرباء. شفت المصنع كل المواد الأولية اللي نحتاجوها في البناء.
صحيح. فهمتني؟ معناها ما كاين حتى واحد في ولاية الواد حب يدير حل للمشكلة بأكملها. يعني أنك أنت عندك 50,000 طلب أو 60,000 طلب، ركت مد في 1000 والله 2000 سكنة، أنت ما حليتش المشكلة. في حين أن باستطاعتنا الحلول تقترحونها يعني. الحلول اللي نقترحوها، نرجع للنقطة الأولى، الشركات الكبرى ذات أسهم، يعني أنك قادر في ولاية الواد برجال أعمالها، بالمهندسين اللي فيها، بمكاتب الدراسات، سواء من الهندسة المعمارية، من أشغال العمومية، من الهيدروليك، معناها في جميع التخصصات البناء قادر تشكلهم هذا كامل ويدخلوا بالحصص نتاعهم. وما عندنا في ولاية الواد رجال أعمال رم يمتلكوا مصانع تاع ياجور بالعشرات، عندنا يمتلكوا مصانع تاع اسمنت، مصانع تاع بلاط وخزف، هذا كامل يتجمعوا مع بعضهم ويشكلوا شركة كبرى ذات أسهم وتبدأ في البناء. الحمد لله يا ربي، معناها اكتشبح المساحة البيضاء، الأرض شاسعة، صح. بتمشي في الجنوب الجزائري على بالك مئات ونقولوا آلاف الكيلومترات وكلها بيضاء، باش تقول لي ما كانش الأرض، كاين الأرض، باش تقول لي ما كانش المصانع تاع المواد الأولية للبناء، كاين مصانع تاع المواد الأولية للبناء. يخص منا حنا فقط نديروا قفزة ولا نهضة اقتصادية فقط في مجال تسجيل الشركات ذات أسهم ولا الشركات المساهمة، ونحاولوا أن قدر المستطاع معناها نحاربوا هالأزمات اللي راهي تتخبط فيها البلاد. صحيح. أيضا ننتقل إلى نقطة ربما تكون مهمة، هي كيف يتم التقليل من استيراد السلع من خارج الولاية وخارج الجزائر، لأن الاعتماد على الاستيراد قد يؤدي إلى عجز مزدوج ومستمر، وبالتالي هذا يعني عجز الموازنة وما يؤدي إلى العجز التجاري. نعم نعم. شوف، أي سلعة تشريها من أي مكان في ولاية الواد إذا كانت مصنعة في ولاية الواد، راك هني راك تحارب في البطالة في ولاية الواد، وراك تنمي في القدرة الشرائية والقدرة دخل الفرد. أي سلعة تشريها من خارج الولاية وتصنع في ولاية أخرى وانت قادر تصنعها في ولاية الواد، معناها في الحالة هذه يواني راك تنمي في البطالة عندك وراك تنمي في الفقر عندك. فهمتني ولا لا؟ معناها احنا اشكاليتنا في ولاية الواد، ان نعطيك اكزامبل بسيط، مثال حاجة بسيطة جدا، ولاية نوع الواد مثال قرابة المليون ساكن فيها، تدخل للسبيرات مثال منتوج بسيط بسكويت مثال تلقى يجيبوه من خارج الولاية. صح. معناها لهالدرجة، للدرجة هذه معناها احنا وصل بينا درجة العجز. معناها كون نديروا قائمة مثلا بالمنتوجات اللي رانا نستوردوا فيها من خارج الولاية وقادرين نشؤولها وزناوة هني في ولاية مصانع هني في ولاية الواد، ونحبسوا ما عدناش نستورد من خارج الولاية والله من خارج الجزائر، بإذن الله سامعين مش راح تلقى أزمة بطالة، ومش راح تلقى أزمة سكن، ومش راح تلقى أزمة في أي فرص الشغل للشباب. وعلى بالك الاقتصاد رو سلسلة، رو واحد يهز من واحد، هذا يأكل من هذا وهذا يأكل، هي سلسلة تدور معناها فيما بين يعطيك الصحة، الاقتصاد رو متسلسل، مش راح مثال تعالج مشكلة وتخلي المشاكل الأخرى. صح. يعني أنك أنت تشوف المشاكل اللي عندك وتحطها وتبدأ تعالج فيها واحدة تلو الأخرى. من بين الأشياء المهمة اللي ذكرت لي هذه يواني قضية السلع اللي رانا نستوردها من خارج الولاية والله من خارج الجزائر، تقليل من السلع، استيراد السلع، عندنا نعم عندنا العديد من السلع اللي نستوردوها من خارج الولاية وقادرين نصنعوها محليا. صح. وعارف كي تقول لك، يمكن نقول لك رانا نصنعوها محليا، رانا معناها بالحالة هذه وني رانا نرفعوا في القيمة الاقتصادية والله الشرائية والله الدخل الفرد في الـ في الـ في الولاية. وهذه الإشكالية على بالك معناها من أهم الإشكاليات اللي حابين نعالجوها هذه يعني تاع استيراد السلع من خارج الولاية. ونعطيك نقطة أخرى، مام الدولة الجزائرية راهي تمنع استيراد السلع مثلا من الصين، تجيبش تستورد مصنع مثال من الخارج، يقول لك مثال المصنع لازم يكون جديد مثال، ما يكونش قديم عمره 5 سنوات ولا كذا، ومام القانون هذا التو مازالوا ما صدقوش عليه تاع المصانع تاع 5 سنوات استعمال باش يدخلوها الجزائر، تلقى المصنع هذا يواني يصنع في الصين وراك تستورد في المنتوج نتاعه. يعني احنا اولى به المصنع هذا يواني نجيبوه للولايه نتاعنا ونصنعوا، وباذن الله سمع العليم نكونوا قدمنا حاجة مليحة للبلاد إن شاء الله. صحيح. ربما هل لكم أيضا نقاط أخرى وضعتها يعني في هذا البرنامج؟ والله البرنامج هذا يواني بإذن الله سميع العليم راني على النهاية نتاعه في الوسماء، قعدت نقطة فقط نركز عنها ونأكد عليها، أنه البلاد باش تتبني وباش توصل للمستوى اللي رانا حبيناه احنا في المجال الاقتصادي وفي مجال التنمية الاقتصادية، لازمتنا بالاعتماد على الكفاءات العليا، لأن على بالك عندنا كفاءات
راي تعمل في الوقت الحالي لكنات راي حبيسة المكاتب نتاعها، ما كاين حتى واحد في ولاية الواد أعطيني قام بإنجاز مشروع كبير أو عملاق للمنطقة. يعني يملك شهادة جامعية ربما أيضا تضاهي شهادات أخرى. نعم. شهادات يعني نقول إحنا مثلا في الميكانيك في أيضا في الاقتصاد، ولكن يعني وكأنها نظرية فقط، ما أخرش تلك يعني نقول إحنا المشاريع التي يريد تجسيدها على أرض الواقع، ربما كما قلت بقت حبيسة مكتبه، ولكن يعني كيفاش يتم حتى مش يجسد هذا المشروع على أرض الواقع؟ والله بإذن الله سمع العليم الاعتماد راح يكون عن الكفاءات العليا ومن ذوي المستوى العالي. على بالك احنا في الجزائر الكفاءات العليا تستفيد منها الشركات الأجنبية بالدرجة الأولى، والبقية راهي مهاجرة في الخارج. صح. في حين أن نحن كما نقول احنا بلادهم أولى بهم من أي شخص آخر من الشركة الأجنبية أو من الأجانب. صح. بصفة عامة معناها احني الكفاءات هذه وني هي اللي تعطيك النقله النوعيه. كون تروح تشوف حتى في الشركات الاجنبيه في التوظيف نتاعهم راهم يوظفوا على اساس المستوى العالي، المستوى المتوسط ما نقولكش ما يوظفوش المستوى المتوسط او الضعيف، لكن ناتي ديما في التنميه نتاعهم وفي المراكز الحساسه راح تكون المستويات نتاعهم عالي. احني باذن الله في المنطقه عندنا دكاتره في جميع الاختصاصات ومام عندنا اساتذه في جميع الاختصاصات، راح نستفيدوا منهم ومن خبرتهم، وما تكونش العلم نتاعهم حبيسهم حبيس الدماغ نتاعهم. لازم العلم نتاعهم يجسدوه في الولاية، ولازم ينموا بلادهم كيما الأوروبيين والأمريكيين بينموا بلادهم حتى كم تم ابنوا بلادكم. صحيح. خصوصا الوقت هذا وين راك تشوف التكنولوجيا والتطور والإعلام والجسمه، ما عدت حتى حاجة حكر عن شخص. صحيح. مام التكنولوجيا تقدر تشريها بالنقود أي حاجة. مثلا أعطيك مثال بسيط، مثلا الحليب، أزمة الحليب مثال ولاية الواد عاجزة أنها تربي البقر أو مثلا نحلب البقر أو نبيع الحليب الطازج. بالله في أحد الأيام نتحدث مع خبير في مجال الفلاحة قال لي أن الدول اللي تشرب الحليب المبصر هي الدول اللي ما تقدرش تربي الأبقار، أما ولاية مثلا كيما الواد أو دولة نوع الجزائر تستطيع أنك تربي فيها الأبقار. الشعب نتاعنا لازم يشرب الحليب الطازج مش الحليب المبستر. صحيح. وهذه الإشكالية على بالك اللي رانا حابين نعالجوها. أكيد إن شاء الله. أيضا نتطرق ربما الأهم يعني آليات تطوير الاقتصاد هو دور الصناعة التحويلية في النمو الاقتصادي. ربما دور الصناعة التحويلية وأثرها على النمو الاقتصادي وما تلعبه في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، كيف يعني ترى يعني أن دور الصناعة التحويلية هي أيضا عجلة لتحريك النمو المحلي الاقتصادي؟ الصناعة التحويلية على بالك هي الأساس، لأن بالخص إذا تحدثنا في الجانب الغذائي بالنسبة للمنطقة، لأن كنا نشوف أي فرد في الدولة والله في المجتمع الأشياء اللي راك تصرفها من قيمة الدخل نتاعك راك تلقى جزء كبير عن الغذاء. وما من المنطقة تاعنا من أكثر المناطق اللي راي تنتج في مجال الفلاحة مثلا، فهمتني؟ صحيح. المجال هذا يواني في الغذاء نحاول قدر المستطاع أن نشجعوه، وبإذن الله السميع العليم راح تكون الجانب الفلاحي هو اللي يكافح الفقر والبطالة في المنطقة بحول الله. أيضا ربما هناك موضوع آخر في هذا الموضوع هو ماذا عن استغلال رجال الأعمال للعمال وبناء ثروات هائلة على حساب العامل البسيط؟ والله تحدثنا فيها في الأول النقطة هذه واني أنه في الجزائر أني كما أعطيتك المثال كان الشركات الاقتصادية والشركات العمومية أن ما تلقاش مساواة في الأجر. عن واش مثلا عامل والله موظف في شركة سوناتراك تلقاه يخلص 10 ملايين فما فوق، وتلقى موظف مثلا في البلدية تلقى يسلك زميلين ولا زميلين ونص، هذا موظف في الدولة الجزائرية وهذا موظف في الدولة الجزائرية. صحيح. إذا كان هذا يعمل في قطاع اقتصادي راح نعملوه معاملة خاصة، وهذا يعمل في قطاع عمومي مثال راح نعملوه معاملة وسمة، هذا أمر غير معقول. هذا الجانب خاص بالدولة راني نستثنيه بأنه ماهوش في الإطار نتاعنا حقيقة. صح. غير حبيت نعطي بمثل نروحوا للإطار نتاعنا في مجال الشركات. مجال الشركات تلقى الشركات الاقتصادية دائما ما يبنوا ثروات هائلة عن حساب العام، تلقاه يقلل في قيمة الخدام والأجر نتاعه وينمي في قيمة الدخل نتاعه والفائدة نتاعه، وهذا أمر غير بالمعقول. تشوف أوروبا مثال يشرطوا عن الشركات وأرباب العمل حد أدنى، يعني أنت كدير حد تحديد الراتب يعني يعطيك الصح حد أدنى للأجور. يعني لكن حب ندير حد أدنى ما نقولش 15%، ما نقولش زميلين، ما نقولش زميلين ونص. المواطن هذا ولا الموظف هذا وش يحتاج في حياته باش يصرف، ومن بعد نقوم بحساب اللي يسموه الأجرة نتاعه ونعطيه الأجرة نتاعه.
نعطيك مثال بسيط، لو كون قوموا بعملية بسيطة مثلا، وش تحتاج كل مواطن ولا كل موظف من مصاريف في الشهر؟ مش راح تلقى أقل من 10 ملايين. معناها مع الغلوات اللي راي كاين تو، مع أزمة كورونا، مع الأزمة الاقتصادية اللي نخبطوا فيها، مع رانا دولة في العالم الثالث، تتراكم هالأمور هذه كلها مع بعضها، وش تخرج في النهاية؟ تخرج لازماتك من 10 ملايين. ولكن يعني اسماعيل، توجد هناك شركات خاصة يعني على غرار الشركات العمومية. نعم. يعني كيف يتم يعني والله الشركات الخاصة الدولة ما هيش ترقب فيها ولا ترقب لهم في الأجرة أصلا. الدولة راهي مسقفة الأجرة حدود 15-18%، مليون و500، مليون و800. معناها أنت مش راح تجي للمصنع مثال والله رب عمل تقول له دير الموظف مثال ل 10 ملايين أجرة نتاعها، لأنك تدخل في الشهر مليار ولا زملاير فايدة صافية. لازم يا إما الدولة معناها في الجانب حضياواني دير الحد الأدنى الأجور، يعني أجرة تكفي شر الحياة للمواطن، وإما وش يسموه نتكفلوا نحن بجانب التنمية والتطوير والاستثمار في مجال المنطقة، ونديروا أجور معناها محترمة. هل لك أيضا نقاط أخرى بما يعني تذكرهن يعني في هذا البرنامج؟ والله في البرنامج نتاعنا احنا في ولايه الواد رانا تولدنا فيها وعشنا فيها عمرنا كامل، ورانا نشوفه في الدول، ورانا نشوفه في الحال في الحياه نتاعنا الشيء اللي رانا حبينه، ان بلادنا تولي كبلدان العامره. ماذا بينا احنا الجزائري يروح لاوروبا كزائر، ما يروحش لاوروبا كمهاجر ولا يرمي في نفسه في البحر. صح. لاجل لقمه العيش او لاجل حياه كريمه، نتمنى ان الحياه الكريمه هذه نصنعوها لابنائنا هنا في المنطقه، ما يهاجروش عليها البلاد الغرب. هذه معناها من الأولويات نتاعنا، خصوصا أنك تولي حاجة حاس روحك قادر تجسدها عن أرض الواقع، ما هيش حاجة ماكش قادر تجسدها عن أرض الواقع. كما بقالي راني ما ذكرت لكش باش نصنعوا طائرات. صحيح. ولا ذكرت لك مثال باش نديروا مكوك فضائي ولا باش نحطوا رجلينا عن القمر. راني ذكرت بناء، ذكرت زراعة، ذكرت نقل، ذكرت تجارة، حوايج بسيطة، حوايج بسيطة جدا وفي الإمكان وأبسط من البساطة ذات، معناها قادرين نجسدوها في منطقتنا. الحاجة الوحيدة أن المجلس الشعبي الولائي الوقت اللي يتشكل بإذن الله السميع العليم لازمتهم الأولويات، يعني كيف تدير حل المشكلة. مش مثال عندي 50,000 طلب عن سكن تدير لي حل 2,048,000 ما عندهم شي حل. مش يقدموا مثال 100,000 طلب مثال عن قطعة أرض في التحسيسات نمد 4,096,000 ما نمد لهم شي، وطلبات عدها 8 سنوات ولحد الساعة ما زالوا ممدوها شي، ومنيش عارف وقتاش يديروا لها الماء والغاز والترسيتي والطرق، ويعلم ربي ممكن بعد 10 سنوات، ممكن بعد 20 سنة. احنا نرجع لك واحدة النقطة كلمة قالها العربي باللمهيدي دائما نستدل بها، القينا بالثورة إلى الشارع فقدم لنا عرسا. بكري كيف عهد الثورة الجزائرية كعجز الثوار عن مجابهة الاستعمار الفرنسي في الجبال، ألقوا بالثورة إلى الشارع. حتى هنا نقول كان لك رواية أخرى تقول احتضنها الشعب، يعطيك الصح. ألقينا بالثورة إلى الشارع، والله ألقينا بالثورة إلى الشعب فاحتضنها. حتى احنا باش نجسدوا النقطه هذه يواني نلقوا بالاقتصاد الى الشعب. كي نقول الشعب يعني راني نتحدث عن الخبراء الفنيين والاقتصاديين، راني نتحدث عن رجال الاعمال، راني نتحدث عن كبار المنطقه. لازم نديروا اليات ومشاريع وشركات كبرى بكل ما تحمله الكلمه من معنى، وعملاق، ماهيش اشياء تعجزي. اني ممكن ذكرت لك نقطتين، بنك وشركة تاع الطيران، ماهيش حاجة كبيرة باش تشري مثال طائرات وتسخرهم في خدمة ولاية الواد. راك تشوف تدوس مثال في الخطوط الجوية اليوم بعد أسبوع باش تركب. صح. وساعات كاين طائرة ساعات ما كانش، وحنا على بالك عندنا مصالح كبيرة. تشوف الكيران اللي تروح الجزائر العاصمة وتروح الولايات الكبرى راهي بالعشرات. صح. في حين أن قادرين احنا نسهلوا عن بالخص الفئة الاقتصادية والمعاملات التجارية، أني قادر في من الواد للجزائر ولا الوهران ولا مثال القسنطينة ولا الصيف قادر في يومك تروح وتجي. بصح في الجزائر عن السيارة ما تقدرش تروح في يومك وتجي. صحيح. ولا عن الكار باش تروح في يومك ولا تجي. ايضا ربما ايضا بالهادي محمد يقول بالتوفيق اسماعيل. ايضا سما تقول السلام عليكم. ايضا سما تطرح تقول كاين ناس تخلص 1.5 مليون ما تكفيهاش حتى خبز وكوش وحليب. والله النقطه هذه يواني اكثر حاجه تؤلمني انا شخصيا، واكثر حاجه تمسني اني عايش في دوله معناها فيها موظفين يسكوا 15 100. 15 100 ابسط سكن راك تمد هكره بلا ما نتحثوا على المصاريف الاخرى. كون تحسب بحساب بسيط، مش نحسب حساب تاع بضخ قال باش نكري مثال سكنه 5 ملايين ولا 6 ملايين، قال باش ناكل ولا نشرب مثال بحوايج معناها كبيره ولا كذا. نتحدثوا عن حوايج بسيطه، راك ما تتحدثش تحت ال 10 ملايين فما فوق، اقل حاجه هذه يا واني.
المواطن يعني أبسط والله نقولها الأخت هذه يواني إذا وفقنا ربي سبحانه ومام حتى إذا ما نجحتش في الانتخابات هذه يواني المشروع هذا تاع الشركات ذات أسهم والشركات الكبرى والعملاق ورانا حاطينها معناها جدول بالشركات كامل وبالأخص اللي نستوردوا في سلاحها من الخارج بإذن الله راح تعود بالنفع عن كل مواطن في ولاية الواد وبإذن الله راح نحط حد أدنى الأجور 10 ملايين فما فوق تكون الأجرة يعني أنه صاحب المصنع مش راح تكون الفائدة كل في جبهه راح تكون مناصفة حتى مش مناصفة الأولوية تكون ديما للعامل يعني أنك راح تحط أجور للعمال من 10 ملايين فما فوق ومن بعد الفائدة اللي قعدت تفي بالغرض بإذن الله الفائدة ماهيش في رجل أعمال قديش يدخر في الكونت والله في الحساب البنكي نتاعه الفائدة أنه الشعب نتاعنا يكون كامل في حياة كما نقول حين يتعمها الرفاهية ويعمها السكون بإذن الله أيضا قلت لك سماء يعني كل واحد يفكر في روحه خاصة رجال أعمال يعني نعم 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 هذه الأنانية على بالك نحاول قدر المستطاع نعالجوها وبإذن الله تعالجها الدولة هي بالقوانين يعني أنت تفرض قانون عن رجل أعمال أنك الأجرة أقل حاجة راح تمد 10 ملايين ولا 15 مليون مثل الشركات البترولية نذكر منها سوناطراك وفروعها معناها تلقى أقل عامل موظف بسيط تلقى يدي 10 ملايين فما فوق ممكن يحل ويسكر في الباب تلقى يدي في 10 ملايين معناها نحاول أن القطاعات في الجزائر كل أبناء الجزائر كل كيف كيف ما في التأمينات كل كيف كيف ما تلقاش مثال نقوله إحنا قطاع تلقى التأمين تاعها ما شاء الله في القمة وقطاع تلقى التأمين تاعها في الحضيض معناها مام حتى تروح الدواء ما يعوضولكش تروح للطبيب تخلص تروح باش دير الراديو تخلص باش دير عملية تخلص معناها هو يقول لك أك مؤمن أنت في الضمان الاجتماعي معناها النقطة حبيت نكمل لك بركة النقطة هذه واني معناها تاع الأجور لأن غالبية أجور ولاية الواد من مليون ساكن ممكن تخرج 800-900 ألف رغم في الأجور هذه يواني ممكن 100 ألف اللي يعيشوا الرفاهية أغلبهم نعم يعطيك الصح وهذا عن واش تصنفنا إحنا دولة من العالم الثالث كي نديروا عملية عكسية وننمو رواحنا اقتصاديا بشوية تفكير يعطيك الصح الأشياء أنا يعطيتها لك معناها الأشياء اللي لازم نحطها عن أرض الواقع وعلى بالك كنت تحدثني راني نعطي فيك في فكري وفي رأيي صح. البلاد رأي فيها العلماء فيها الدكاترة فيها معناها الأخصائيين والتقنيين في جميع المجالات روكم كل واحد في البلاد هذه يجي فكرة والله يجيب مشروع كلموهم على بعضهم وكل هنا بإذن الله نطلع المصاف الكبار صحيح. وبإذن الله أهم حاجة نرجع للنقطة تاع السيدة هذه يواني والله الأنسة هذه أنه ما تكونش عندنا أجور تاع 15 مياه 2 ملايين 2 ملايين ونص هذه بإذن الله تنعدم في المنطقة نتاعنا وهذا يكون المشروع نتاعنا بإذن الله في 5 سنوات القادمة إن شاء الله هو مشروع استشراف إن شاء الله أتمنى لكم كل التوفيق أيضا نقول عبد الرؤوف بلغ سلامي لضيفك يبان إنسان ما شاء الله بارك الله فيك وربي يعزك ربما الحوار أتى على يعني نهايته نقول سؤال آخر ربما باعتبارك أنك مترشح عن مجلس الشعب الولائي عن حزب صوت الشعب السؤال الأخير ربما يطرحه العديد يتبادر في ذهن الجميع هذه الأيام لأننا مقبلون أو مقبلين على انتخابات محلية على المجالس الولائية والبلدية المزمع إجراؤها في 27 نوفمبر 2021 ربما بصفتك مترشح عن هذا المجلس الشعبي الولائي كيف تفسر عزوف المواطن عن الانتخابات وهذا هو السؤال الأخير نختم به هذا الحوار ما في مشكلة قضية عزوف الشعب عن الانتخابات والله حقيقة راني مع الشعب مانيش مع المترشحين والله مع المواطن ظالم أو مظلوم لا مش مع المواطن مع المواطن في الحق مش في الباطل صحيح نعم نيك يقول لك المواطن عن واش باش ينتخب عن المترشحين هذا مواني احنا الجزائر مستقلة من عام 62 لحد الساعة والشعب راه يتخبط يقول لك هذا من اللي جايين رام كيف اللي قبلهم ما هم عايديروا حتى شيء وما هم عم يديروا حتى إنجاز وما هم يقول لك حتى لو تخمم أنت والله تفكر باش تجسد أي حاجة عن أرض الواقع والله عندك نية صافية يقول لك عندنا كلمة حقيقة بين قوسين استثناها أن الدولة مش عارف راح تخليك نقول نية للشعب اسكو كاين واحد في ولاية قلت لك يسعى عندنا كلمة هذه تتداول كثيرا في المجتمع السوفي والله في المجتمع الجزائري بصفة عامة أي واحد حاب يدير مشروع راح يكسروك الدولة مش راح تخليك اسكو الدولة هذه نقول رئاسة الجمهورية حكومة من وزارات ولاية دائرة بلدية هذا القطاع كامل اللي سخرتها الدولة في خدمة المواطن راح يكون ضدنا في إنجاز مشاريع مثل اللي ذكرناها هذه يواني أكيد لا راح يكونوا معنا بإذن الله وراح يساندونا لكن نتحني في المشاريع نتاعنا راح نسخروا الشعب ورجال الأعمال هم اللي يجسدوا المشاريع هذه يواني ممكن نحتاجوا الدولة في أجزاء بسيطة ماهيش أجزاء كبيرة مثل الأراضي مثل الجسمة لكن نتي بإذن الله راح يكونوا عد حسن ظننا بإذن الله السميع العليم
ونقطة مهمة ياسر في قضية الشعب. مثال يقول لك بلي راهم هضمواني كيف اللي قبلهم. احنا رانا عشنا كيفكم كمواطنين وتضررنا وعشنا حياة بسيطة كما اللي راكم عايشينها. ما ناش عايشين صحيح رجال أعمال في المنطقة هذه ورانا نعدو فيكم في وعود كاذبة والله واهية. احنا بإذن الله السميع العليم الألم اللي لحقنا نحاول نعالجوه ونحاول بقدر المستطاع. نسألك أيضا كلمة أخيرة ربما. والله كلمة أخيرة نرجع لوش يسموه الكامل المترشحين في المجلس الشعبي الولائي بحكم أن هذا المجلس هو اللي يقود الولاية وهو اللي يطلعها والله هو اللي يهبطها. صحيح. نتمنى أنه يقودها المصاف الكبار. نتمنى أنهم تكون عندهم أفكار كبرى والله عملاقة وتكون عندهم مشاريع يجسدوها يعطيك الصحة. نعم. أهم نقطة لازم أي مشكلة في الولاية عد المشاكل راهي معمره غير وشي ديما الاول في الاول والثاني في الثاني والثالث في الثالث. كي ندرك اهم المشاكل هي العمل باجور محترمه السكن وباذن الله نقولوا احنا مثال الاشياء الاخرى كل تجي تباعا. كي تدير حل المشكله ما تديرش حل للفرد او فئه معينه دير حل جماعي للجميع جماعي. صحيح يعطيك الصح. كي نشوفوا اوروبا كيفاش يجسدوا في التكنولوجيا وفي التطور نتاعهم في اقتصادهم وكذا الحل مشاكلهم حتى احنا نديروا كيفهم ولا اكثر ولا اقل بإذن الله سمع عليهم. نعم هكذا يعني الحوار أتى على نهايته. نشكرك السيد إسماعيل قنوعة يعني مترشح المجلس الولائي المجلس الشعب الولائي أيضا. نعم عن حزب صوت الشعب نشكرك على قبول الدعوة. أيضا إن شاء الله نتمنى لكم أن هذا المشروع وهذا البرنامج إن شاء الله يجسد على أرض الواقع. إن شاء الله فزتم أم لم تفوز بإذن الله السميع العليم. قلت لك فزنا أم لم نفوز المشروع هذا بإذن الله راح يكون عن طاولة المجلس الشعبي الولائي إن شاء الله. إن شاء الله يكونوا عد حسن ظننا بإذن الله السميع العليم وإن شاء الله نقول نفوزوا باش يجسدوا إحنا عن أرض الواقع وإذا ما فزناش إن شاء الله يتكفلهم بالمأمورية نتاعها. نعم شكرا لك إسماعيل قنوعة على قبولك الدعوة ويعني فتح المجال للحوار. إذا متابعينا الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية برنامج بلاطة نتناف عبر قناة التحرير ويب تي في. ما بقى إلا أن أشكر أيضا وراء العارضة التقنية والمخرج فتحي شايب ونتمنى لكم أيضا يعني أنكم قضيتم برفقتنا أجمل يعني أجمل الأوقات وبالتالي يعني دوام الصحة والعافية للجميع وإن شاء الله هذه الانتخابات المحلية يعني تأتي بالأكفاء وبرجال يعني ينهضون بالاقتصاد المحلي والاقتصاد الوطني إن شاء الله. إذن متابعينا الكرام أشكركم على المتابعة والإصغاء ونلتقي في موعد لاحق إن شاء الله.